كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور إحسان بوحليقة. أهلا وسهلا بك دكتور إحسان، صباح الخير. الكل الآن تابع بيان قمة مكة وما نتج عن هذه القمة، كيف تعلق؟ بالتأكيد كان هناك الكثير من يعولون وخصوصا الأخوة في الأردن على القمة الرباعية، وهذا يعني التعويل بمكانه تماما، ودعوة خادم الحرمين الشريفين لاقت صدى فوري من أشقائه في دولة الكويت وفي الأمارات العربية المتحدة، وبالتأكيد من العاهل الأردني، ويعني التام الجمع في مكة تلبية لهذه الدعوة الكريمة. وبالفعل كان هناك نتائج مهمة. النتائج المهمة تأتي من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن يعني هناك اهتمام كبير من قبل المملكة العربية السعودية وأشقائها في الكويت والإمارات بأن يكون الاستقرار الاقتصادي والسلام والأمان في الأردن يعني معزز دائما، وهذا موقف واضح للمملكة العربية السعودية تاريخيا، ويعني تثبته الكثير من الشواهد. النقطة الثانية أن فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، فالمملكة وشقيقاتها في الكويت والإمارات لم يقدموا يعني دعما في المدى القصير ومحدود، ولكن عالجوا الأمر بمعالجة فيها كثير من العمق. والسبب أن طوال الوقت هناك كان ضغط كبير على الأردن اقتصاديا، نتكلم من الجانب المالي يجعله تحت ضغوط اللحظة. نعم. الآن هذا الدعم طويل المدى، بمعنى أنه متعدد، هي عبارة عن حزمة. الحزمة هذه قيمة كبيرة، يعني علينا نتذكر أن اليوم الصباح ممثلة الخارجية للاتحاد الأوروبي قدمت دعما إضافيا للأردن 20 مليون يورو. الآن جار الاجتماع في صبيحة هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، حزمة من المساعدات قوامها وديعة في البنك المركزي الأردني. هذا ما أود أن أسألك عنه دكتور إحسان، وأنت الخبير الاقتصادي، وأنت الخبير الاقتصادي في تفاصيل هذا البيان، بالإضافة إلى هذا الدعم المقدم الآن، هناك وديعة في البنك المركزي الأردني، ماذا يعني ذلك؟ يعني بالتحديد دعم لقيمة الدينار الأردني في السوق، بحيث يستطيع البنك المركزي الأردني أن يحافظ على قيمة الدينار من أي يعني مضاربات عليه، باعتبار أن هناك يعني أوضاع اقتصادية صعبة، فهذا يعني لتحصين الدينار الأردني. الأمر الآخر تعزيز احتياطيات الحكومة الأردنية. الحكومة الأردنية لديها احتياطات في حدود 15.4 مليار دولار، وهذا سيكون تعزيز لها. الأمر الثاني المهم أن هناك ضمانات لدى الدول الداينة، يعني هناك قروض الأردن تقريبا يعني مستوى مديونتي عالي في حدود 95% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك سيكون من الصعب تحصيل قروض سيادية بدون أي ضمانات من الغير. فهذه الضمانات التي تقدمها دول مجلس دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ستعزز قدرته على الاستدانة في حال الضرورة. الأمر الآخر المهم، الخزانة الأردنية، الميزانية الأردنية في حالة عجز مستمر. العجز ليس عاليا ولكنه دائما مزمن تقريبا. فالآن هناك دعم سنوي لمدة 5 سنوات قادمة لتحقيق استقرار في إيرادات الخزانة ومعالجة العجز في الميزانية. وهناك أمر لم يفت يعني هذه القمة المباركة، وهو أن الأردن اقتصاد عليه ينوء بأحمال ثقيلة، ولا بد كذلك من تعزيز البنية التحتية وتوسيعها وتحديثها. ولذلك كان هناك التزام بأن تقدم الصناديق الإنمائية الوطنية سواء في المملكة، يعني مثل الصندوق السعودي للتنمية، وفي الأمارات، وفي كذلك الكويت، تقدم إعانات لمشاريع إنمائية في الأردن. وهذا بالتأكيد يعني حزمة تناولت الجانب النقدي، تناولت الجانب المالي، تناولت السياسة الاقتصادية، بناء السياسة الاقتصادية،
وتعزيز قدرة الأردن على الاستدانة. جميل. ولمدى يعني زمني خمس سنوات، هذا سيحرر يعني الأردن وحكومة ورئيس وزراء الحكومة المكلفة حديثا من قبل العاهل الأردني من ضغوط اللحظة، وأن عليه أن يتخذ إجراءات فورية لتعديل الوضع، ولكن سيكون أمامه مجال بالفعل معالجة الأمور، معالجة اقتصادية. جميل. دكتور. وهذا يبين أن يعني المملكة تقود جهد للحفاظ على متانة الاقتصاد الأردني والاستقرار في الأردن العزيز. إذا دكتور إحسان، يعني هذه القمة لم تكن حلا مؤقتا، ما صدر الآن من البيان وما وضحته للمشاهد الكريم من الوديعة والضمانات وإلى آخره، هذه حلول مستدامة وخطوات عملية للنهوض بالأردن من حالته الاقتصادية لفترة طويلة. بالتأكيد. وما كان حقيقة الملك سلمان يحفظه الله يدعو لقمة من أجل تقديم مساعدة آنية، هذا أمر تقوم به دون منا يعني المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في العالمين العربي والإسلامي طوال الوقت، ولكن بالفعل الأردن يعني خلال لنتصور أن خلال حوالي 15 سنة الماضية الأردن تضاعف عدد سكانه مرتين بسبب المشاكل التي حوله، فيعني المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين يعني القيادة تدرك إدراكا تاما أن الأردن بحاجة إلى حل يعني نستطيع أن نقول مستدام حتى يستطيع أن يحافظ على استقراره ونموه الاقتصادي. يعني نلاحظ هنا أن يعني عند الحديث عن تمويل الصناديق لمشاريع إنمائية، هذه يعني تسمى اقتصاديا زيادة السعة، زيادة سعة الاقتصاد، بنية تحتية حتى يقوم بوسع. يعني الأردن شعب فيه شعب يعني عربي وعامل ومكافح، فيستطيع أن يضع عليها مشاريع إنتاجية تعزز الاقتصاد. فهي القضية أن الحفاظ على حتى الاستقرار الاقتصادي باعتبار أن دون استقرار اقتصادي لا يتحقق أي نمو. جميل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الخبير الاقتصادي دكتور إحسان بوحليقة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.